بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نروح للقاء سيادة الرئيس النهاردة مع رئيسة أو مديرة صندوق النقد والمؤتمر الصحفي مع دولة رئيس الوزراء، كلمتين بسرعة. على أيامنا فترة كام سنة ما قبل 2011، لأن كل خراب حصل بعد 2011، كان هناك التزام من أي واحد يتحدث عن القوات المسلحة. يعني مفيش خبر ينشر إلا لما تراجع القوات المسلحة، إنه مسألة أمن قومي، القوات المسلحة مش لعبة. ومحدش يهزر مع القوات المسلحة. والقوات المسلحة ما ينفعش أبداً نترك خونة الإخوان، طابور الخامس، وناس آخرين من هنا أو من هنا يتكلموا عن القوات المسلحة. في قوانين في البلد، ولكن أتمنى من الدولة المصرية تطبيق القانون على أي حد في أي مكان ينشر أي أخبار عن القوات المسلحة أو ينشر شائعات أو يروج لأكاذيب تستهدف القوات المسلحة. القوات المسلحة لا يليق أبداً إن احنا نسيبها كده للقيل والقال. لا يمكن أبدا نسيب خونة في الداخل والخارج يشككوا في القوات المسلحة. عندما يخرج المتحدث العسكري للقوات المسلحة يقول بيان، هو القول الفصل، لا تعقيب أبدا على بيان القوات المسلحة في أي، على فكرة مش مصر، في أي مكان في العالم. هو كلامه اللي يتاخد وما حدش بعد كده يشكك فيه. اللي يشكك في بيانات الجيش من يدعم اسرائيل، يعني الصهاينه فقط هم بس اللي يقول لك بيان القوات المسلحه ده مش كذا. لكن اي مواطن مصري شريف او اي مواطن بيحب بلده وجيشه، هو بيان القوات المسلحه وكفى. وعلى فكره مش القوات المسلحه، اي بيان يصدر عن الدوله المصريه. لكن ارى القوات المسلحه تطلع بيان وناس تانية ترد وناس تالت، لا 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 نترك الساحة كده. وأنا بقول لحضراتكم اللي بيتم ده في منتهى الخطورة، العبث بالقوات المسلحة وبإطلاق اتهامات وأكاذيب وترويج شائعات عن القوات المسلحة لابد من وقفة وعاجلة. هذا أمر خطر جدا. الأمر ده ما فيهوش إنه ده ضد ولا لا لا، ده جيش، الجيش المصري. وأنا بحذر تاني، إذا تركت الساحة لما جرى على مدار الكام يوم اللي فاتوا هيبقى قدام أمور في منتهى الخطورة. لا تكرروا تجربة ما قبل 2011، لا تكرروها. أنا هنا بحذر من هذا المكان، عشت ما قبل 11 وبعيش اللي بيحصل دلوقتي. استهداف الدولة ومؤسسات الدولة بترويج شائعات وفي المقدمة منها القوات المسلحة، في المقدمة القوات المسلحة. فلازم ناخد بالنا وتفعيل القانون وإجراءات عاجلة وسريعة ضد أي حد. أصلا بتكلم على الجيش، لا الأمريكان حد يقدر يهاجم جيشه، ولا الإنجليزي يقدر حد يهاجم جيشه، ولا أي دولة حد يقدر يهاجم جيشه. لكن هنا ليه؟ إزاي أسمح بده؟ ده الجيش هو اللي حاميني. يعني أنا النهاردة جيشنا العظيم بيواجه تحديات رهيبة، ووشه قدام كده بيواجه تحديات ويواجه العدو، بص على العدو وانت تيجي تطعنه في ظهره وكلنا نقعد نتفرج وسايبين الطعنات؟ لا لا لا، انا بقول اهو لازم تحركات عاجلة من الدولة بالكامل ومؤسسات الدولة بالكامل، كل من ساعد وروج ونشر أمور تتعلق بالقوات المسلحة لازم هذا الأمر يتوقف، ولازم نواجهه بمنتهى القوة. مفيش أبدا حد يقف ضد جيشه ولا يشكك في جيشه ولا يشكك في بيانات قوات المسلحة إلا الخونة والصهاينة فقط. بالمناسبة النهاردة في حكم مهم قوي، حكم النهاردة مهم وكاشف اللي احنا بنتكلم عليه طول الوقت. ايه هو؟
الأزرع الإعلامية جماعة الإخوان الإرهابية، الأكاذيب والشائعات اللي بيروجوها دائما ضد البلد. النهارده كان في محكمة أمن الدولة العليا برئاسة مستشار محمد السعيد الشربيني بتنظر قضية مهمة جدا، الخلية الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية والأزرع بتاعتها. إرهابيين، ما إرهابي معتز مطر، الإرهابي محمد ناصر، الإرهابي الشريف اسمه إيه؟ الواد عبد الله ده، ولا اسمه الواد عبد الله الشريف، عدد من الإرهابيين بتوع جماعة الإخوان الإرهابية اللي هم طول الوقت شغالين تحريض على البلد، تشكيك في الدولة، تشكيك في الدولة، ترويج شائعات، خونة دول قدام حضراتكم النهاردة. صدر عليهم أحكام النهاردة من محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان. الأحكام قالت إيه النهاردة؟ إيه الأحكام؟ ماذا قال سيادة المستشار القاضي الجليل محمد السعيد الشربيني عن هذه المجموعة من الخونة بتوع جماعة الإخوان الإرهابية؟ ماذا قال عن حملات التشكيك التي تستهدف الدولة المصرية؟ ماذا تحدث وقال عن الخونة واللي بيسبوا مصر وشعب مصر؟ تحدث المستشار محمد سعيد الشربيني النهاردة في المحكمة بتسجيل صوتي، هنسمع تسجيل صوتي لحكم النهاردة وكمان مقدمة للحكم. تحدث سيادة المستشار محمد السعيد الشربيني عن الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية اللي بيروجوا دايما أكاذيب وشائعات تستهدف الدولة المصرية. عايزكم تسمعوا منطق الحكم. للأسف ما كانش فيه حد حاضر، ما كناش حاضرين للأسف، ولكن لدينا التسجيل الصوتي للحكم الذي صدر اليوم عن مجموعة من خونة والخونة من جماعة الإخوان الإرهابية. اسمعوا كلام مهم قوي ورسالة مهمة جدا وقوية جدا، نسمع لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. إن منصة قضاء مصر قد صدحت مرارا وتكرارا بآية الله في الظالمين وسنة المنتقم الجبار في الباغين الذين رماهم الله بالهلكة وخصهم بالقارعة وقيد آمالهم بسوء الآجال وشتت سعيهم بدناءة الأعمال فأصبحوا هشيما تعبث به ريح عقيم لا نجد فيه إلا نبتا محصودا وباتوا بيننا عبرة كعاد وثمود. إن المتهمين الذين تربوا على أرض مصر الطاهرة قد فغرت لهم الخطيئة أفواهها حتى افترستهم أنياب الخيانة فسبوا مصر وأبناؤها الأبرار المخلصين وخونوا الأمين ليؤمنوا الخائن منهم. إن هؤلاء الأدعياء الكاذبون مكتوب عليهم أن ينفوا في الأرض وأن تمزقهم أفكارهم المشتطة كما يمزق الريح أرجل الجراد فتراهم الآن في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون وكبر مقتا عند الله فعلهم والله حسبنا ونعم الوكيل. لقد شيدوا البرامج لإشاعة الفتنة فكانوا كجنين واراه الليل من سوء الفاحشة لكن الله أبى إلا أن تحق عليهم كلمة العذاب وأن تفضحهم الأرض بين مناكبها وأن تضيق عليهم جوانبها. ولقد أدرك شعب مصر الطاهر الكريم أنهم طلاب أموال لم يؤدوا فيها حقا معلوما ولم يغنوا بها سائلا محروما فغنموها حطاما من حرام. وأخيرا أقول لكل أبناء الوطن أن الله قضى أن خلف كل غمرة انجلاء وبعد كل شدة انفراجا وإن شاء الله سوف نحصد ثمار صبرنا
ووحدتنا، وعلينا أن نميز معا الخبيث من الطيب، فرابطوا واعملوا لمجد وطنكم وأمتكم. فما خاب من سلك سبيل الله الموطوءة للصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. صدق الله العظيم. وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا وغيابيا، أولا بمعاقبة كل من حمزة سعد أحمد زوبع، معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، محمد ناصر علي عبد العظيم وشهرته محمد ناصر، السيد فرج محمد توكل، عبد الله محمد أحمد الشريف، جلال عبد السميع عبد السلام جبريل، عبد الرحمن محمد زغلول عبد الرحمن، مصعب عبد الحميد محمود عبد الحميد، محمد علي محمد أحمد الخطيب، ياسر سيد أحمد أبو العلا الهواري بالسجن المؤبد. ثانيا بمعاقبة حسين علي أحمد كريم، محمد أنيس محمد الشريف، محمد سيد محمد عبد الرحيم حركي سيف، محمد عبد النبي فتحي عبده وشهرته محمد المرشدي، رضا السيد أبو الغيط عبد محمد حركي صالح، محمد السيد أحمد أبو هاشم، محمود جمعة خليل عبد الهادي، محمد جمعة خليل عبد الهادي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. ثالثا إدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل والخارج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. رابعا حل جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها عضوية المحكوم عليهم. خامسا وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة المقضي بها لكل منهم. سادسا إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيلهم لمدة 5 سنوات. سابعا مصادرة المضبوطات. ثامنا إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. رفعت الجلسة. وهذه الجلسة. شكرا لقضاة مصر على الإجلاء، شكرا سيادة المستشار محمد السعيد الشربيني وكل قضاة مصر الأجلاء. الحكم ده اللي صدر النهاردة ضد الإرهابيين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية اللي دايما شغالين على التشكيك في الدولة ومؤسساتها وبث الأكاذيب والشائعات. أخبارنا إيه الليلة؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة استقبل السيدة كريستيانا جورجيفا مديرة عام صندوق النقد الدولي. سيادة الرئيس خلال استقبال مدير عام صندوق النقد كريستالينا جورجيفا والوفد اللي كان رفيع المستوى المرافق معاها، وكان حاضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، دكتورة رانيا المشاطة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيد أحمد كوجك وزير المالية. سيادة الرئيس أكد خلال هذا اللقاء اهتمام الرئيس بالمواطن. بمين؟ بالمواطن. أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. سيادة الرئيس أيضا كان في اجتماع أيضا مهم خاص بالشهداء وأسر الشهداء. الوطن لا ينسى المخلصين. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتيسير على المستفيدين من صندوق الشهداء. يوسف، طب خلينا نبدأ بسيادة الرئيس الأول وصندوق النقد الدولي ولقاء سيادة الرئيس مع السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي وسفير دكتور أحمد فهم متحدث باسم الرئاسة. أكد أنه اللقاء تناول
التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الصندوق، برنامج الإصلاح الاقتصادي. حضراتكم فاكرين من أسبوعين بالضبط كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر خاص بالسكان، سيادة الرئيس اتكلم على قال والله احنا لو كانت أي إجراءات هتتم بتؤثر على الناس وهتضغط أكتر على الناس، أنا بقول الحكومة اتكلموا مع الصندوق ولابد من مراجعة الصندوق. كان كلام سيادة الرئيس اليوم ده كلام واضح جدا، واضح، ادي الصندوق، احنا مش عايزين نعمل ضغط على الناس تاني ولا نعمل ضغوط تانية، وبالتالي لابد مراجعة البرنامج مع الصندوق. كلام الرئيس اليوم ده عايز اقول لحضراتكم عمل يعني رد فعل ايجابي جدا جدا. كفاية بقى تعبه، كفاية تعبه، ومش عايزين بقى أسعار تزيد تاني ونزود حاجات خاصة بالبنزين تاني وقود، لا، شوفوا الصندوق بقى، راجعوا الصندوق. الصندوق على طول دولة رئيس وزراء اتكلم واجتماعات عاجلة وسريعة مع الصندوق، فعلى طول طلعت مديرة الصندوق، كان الاجتماعات في واشنطن بعدها بكام يوم، بعدها بيومين يمكن، قالت خلاص أنا هاجي مصر، في تحديات مصر بتواجهها، احنا مش طرف، الحوثيون ميليشيات الحوثي بتضرب سفن موجوده في البحر الاحمر واحنا اللي خسرانين، احنا البلد اللي خسرانه مش اسرائيل، احنا اللي خسرانين من ميليشيات الحوثي، وتاثرنا واقتصادنا تاثر وبلدنا تاثرت، وعايز اقول لكم الشعب تاثر. ما هو الستة مليار دول خسائر، والله كل بيت في مصر كان مستفيد منهم، كل بيت كان مستفيد من 6 مليار دولار اللي خسرناهم خلال الفتره الماضيه من دخل قناه السويس وايرادات القناه، ادي اللي خدناه من الحوثي. فالنهارده جت امبارح، ولكن لقاءها كان النهارده مع السيد الرئيس، ولقاء مهم جدا، وبالمناسبه هي اتكلمت على مصر بشكل ايجابي، ومحدش بيجامل مصر، يعني هي كلامها ما فيهوش مجامله عن الدوله المصريه، لا، هي بتتكلم على واقع، لانه سياده الرئيس كمان اتكلم على يعني مصر تتطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق، ولكن كمان اتكلم على لابد ان الصندوق يراعي المتغيرات والتحديات اللي مصر بتواجهها وتعرضت ليها في الفترة الماضية بسبب أزمات إقليمية ودولية إحنا مش طرف فيها، مصر لم تكن طرف في أي شيء على الإطلاق، لا عملنا حرب ولا رحنا حاربنا ولا الكلام ده ولا عملنا مشكلة، إحنا كل اللي بيحصل بيأثر علينا وبندفع ثمنه، وبالتالي إنه ده أثر على دخلنا ومواردنا الدولارية، حتى لو بتكلم على السياحة وبتكلم على قناة السويس وبتكلم على غيرهم، مدى تأثير. وسيادة الرئيس أكد لها سيدة كريستالينا، أكد سيادة الرئيس في الاجتماع النهاردة على أهمية أولوية الدولة المصرية، الأولوية إيه؟ المواطن. الرئيس قدام عينيه المواطن المصري، حطه جوه عينيه إن أنا يعني خلاص لازم نعمل نخفف الأعباء اللي موجودة على الناس ونرفع عنهم هذه الأعباء وهذه الضغوط على المواطنين من حاجتين، التضخم مصر بتواجه، بنك المركزي مع الإجراءات بتتعمل مع الحكومة إنك تخفض التضخم ده ينخفض، بالإضافة للأسعار، ما أنت التضخم ينخفض معناه خفض الأسعار، فالدولة بتشتغل على ده والحكومة بتشتغل على ده والبنك المركزي بيشتغل على ده، بالإضافة إنك بتشتغل على جذب استثمارات وتمكين القطاع الخاص عشان تزود معدلات التشغيل، تقلل البطالة، تشغل ناس أكتر، وبالتالي بتعمل معدلات نمو أكتر. بالمناسبة السيدة كريستالينا في مؤتمر الصحفي اتكلمت على رؤية الصندوق للنمو الاقتصادي المصري العام القادم، إنه هيرتفع عن هذا العام، وبالتالي عندهم نظرة إيجابية لمصر، شايفين نظرة إيجابية لمصر. هي اتكلمت كمان في اجتماعها مع سيادة الرئيس النهاردة على يعني تقديرها لجهود الدولة المصرية في المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاح اللي بيتم تنفيذه بعناية، واتكلمت على الفئات الأكثر احتياجا واللي هي الدولة حطاهم قدام عينيها، الأكثر احتياجا دول الدولة رايحة لهم بتتكلم عليهم، وهي كمان مديرة الصندوق النهاردة اتكلمت على ده، واتكلمت على كمان إنه في تفهم كامل لاحتياجات مصر وتحديات بتواجهها الدولة المصرية، وقالت إن احنا يعني بنسعى مع الحكومة المصرية إن احنا نتوصل لأفضل مسارات الإصلاح. نتابع اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه مع السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام الصندوق، صندوق النقد الدولي.
نتابع. ثم كمان سيادة الرئيس كان في اجتماع مهم ايضا خاص بالصندوق واسر الشهداء والمصابين ومصاب العمليات، والدولة مهتمة جدا وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بهذا الامر، وفي اي مناسبة سيادة الرئيس اتكلم على الشهداء ومقدمون التضحيات، والدولة يعني رعاية كاملة. النهاردة هناك ايضا سيادة الرئيس بيوجه ايضا بالعلاج وبالمجان. نتابع اجتماعي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعات في غاية الأهمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجوك وزير المالية. صرح سفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددا أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو. من جانبها أعربت السيدة جورجيفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين، كما وجه سيادته بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق، مشددا على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها. هنروح ناخد خبرين كمان من مؤتمر صحفي لدولة رئيس الوزراء والسيدة كريستالينا جورجيفا، واروح للمستشار محمد الحمصاني ناخد خبرين من الاخبار الخاصه بالسيد الرئيس، طبعا المدير العام لصندوق النقد الدولي. لقائي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان ملهما ومثمرا.
مدير عام صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، قالت كلام مهم قوي: مصر أصبحت أكثر أماناً في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية. مديرة صندوق النقد الدولي: الشعب المصري أظهر قوة غير مسبوقة في التعامل مع التحديات الراهنة. مديرة صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف. دكتور مصطفى مدبولي: نراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على المواطنين. مستشار محمد الحمصاني، أولا مساء الخير. مساء النور يا فندم. خلينا نبدأ من كلام دولة رئيس الوزراء، الخبر الأخير اللي هو يعني بنتكلم مع الصندوق إنه ما يبقاش فيه أعباء إضافية على الناس. ماذا جرى في اجتماع دولة رئيس الوزراء مع مديرة صندوق النقد الدولي؟ اجتماع اليوم يعني تم التأكيد خلاله على يعني تقدير مصر لزيارة والتعاون والشراكة القائمة ما بين الجانبين. الزيارة يعني وكما أكدت السيدة مديرة الصندوق هي بتعكس تأييد ودعم الصندوق للجهود الإصلاحية اللي قامت بها مصر، وإنه زيارة مديرة الصندوق بنفسها يعني أبرز مثال على التقدير، وهي ذكرت هذا الكلام بنفسها اليوم إنه ده تأكيد منها وتقدير منها للجهود اللي قامت بها الحكومة وتقدير منها للشعب المصري نفسه اللي استطاع أنه يتحمل كل أعباء عملية الإصلاح خلال الفترة الماضية. فخلال هذا الاجتماع يعني تم التأكيد على استمرار وعزم الحكومة المصرية على الاستمرار في خطوات الإصلاح. طبعا في شق مهم أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو أنه الدولة ستوقع لي يعني التعاون مع الصندوق واستمرار التعاون، وبتتطلع للانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكن طبعا الحكومة بتراعي في ظل التطورات الحالية الإقليمية والدولية وانعكاساتها الاقتصادية على مصر والعديد من الدول الأخرى، الدولة بتراعي أنها لا تثقل كاهل المواطنين بأي أعباء إضافية، وأنه هذا الأمر هام جدا ويجب الأخذ في الاعتبار. وأيضا ده بيأتي في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد. من يعني طبعا من جانبها مديرة صندوق النقد الدولي يعني أكدت على تقديرها للإصلاحات اللي قامت بها الحكومة المصرية، وإنه التعاون قائم ما بين الجانبين. وكذلك أشارت إلى إنه في نقطة مهمة أكدت عليها حتى في المؤتمر الصحفي، وهو إنه الإصلاح الاقتصادي اللي قامت به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية مكن الحكومة المصرية إنها تنجح في امتصاص الصدمات الخارجية اللي تعرض لها الاقتصاد من نتيجة الأزمات الخارجية، وإنه إن شاء الله يعني ثمار هذه الجهود وثمار عملية الإصلاح المستمرة يشعر بها المواطن خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. طيب سيادة المستشار محمد، ربما اتكلمت على إنه تم دعم مصر واتخذ قرار رفع البرنامج بدل ما كان قرض 3 مليار بقى 8 مليار مليارات دولار في شهر إبريل الماضي، وقالت إن احنا بندرك تحديات والصعوبات الموجودة وبتضغط على الدولة المصرية من خلال ما يجري في المنطقة والإقليم. هل وارد زيادة القرض بدل 8 ممكن يزيد أكتر بعد ما شافوا الأوضاع إيه والإيرادات انخفضت تأدية الدولارية، وسيادة الرئيس كان بيتكلم معها في هذا الأمر؟ لا، في الحقيقة ما لم يتم التطرق تماما لزيادة قرض الصندوق. الأمر المراجعة الرابعة كما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء هي بتستهدف مراجعة المستهدفات وما البرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ليس يعني لم يتم التطرق لزيادة قرض الصندوق. ولكن القرض الصندوق تم في الفعل زيادته كما ذكرت حضرتك بصورة في إبريل الماضي بصورة مصاحبة لعملية الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الإصلاحية اللي قامت بها الحكومة المصرية. وهذا الأمر يعني أكدت برضو عليه خلال السيدة مديرة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع اليوم، لأنها أشارت إلى أن الحكومة المصرية نجحت في القيام بثلاث خطوات أساسية.
وأولها هي ضبط سعر الصرف والتحول إلى سعر صرف مرن، وتخلصت من الضغط على العملة الأجنبية عن طريق الطلبات. لو حضرتك تتذكر أنه قبل الخطوات الإصلاحية اللي قامت بها الحكومة خلال شهر مارس الماضي، كان لدينا العديد من الطلبات والعديد من البضائع المكدسة في الجمارك المصرية، لكن الحكومة المصرية من خلال خطوات الإصلاحية اللي قامت بها استطاعت الإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك، استطاعت أيضا تلبية العديد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومن حيث استيراد تلك السلع من الخارج. فبالتالي الحكومة قامت بأول خطوة اللي هي ضبط سعر الصرف القضاء على الضغط القائم على العملة أو النقد الأجنبي. النقطة الثانية هي دعم القطاع الخاص. النقطة الثالثة هي دعم أو زيادة برامج الحماية الاجتماعية. فبالتالي الخطوات الإصلاحية ديت هي كانت كفيلة أنها تدعم الاستقرار المالي والنقدي واستقرار الكلي للاقتصاد المصري، وبالتالي يعني لا توجد حاجة في الوقت الحالي لزيادة دعم الصندوق، زيادة قرض الصندوق، ولكن المطلوب هو استمرار البرنامج في دعم الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في الخطوات الإصلاحية المختلفة. طيب احنا ما بنتكلمش على زيادة، ولكن بنتكلم على ايه؟ اتكلمنا عليه يعني جاية من واشنطن الى القاهرة عشان ايه بالظبط؟ الاجراءات اللي احنا طالبينها حاليا بعد توجيهات سيادة الرئيس للحكومة وكلام سيادة الرئيس مع سيدة جورجيفا النهاردة، احنا طالبين ايه منهم؟ ايه اللي ممكن يتغير؟ المطلوب هو كما يعني اوضح السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم وكما وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية، عملية متابعة المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق بتستهدف كما ذكرت هي متابعة ما سيتم مع مراعاة طبعا توقيتات والإجراءات المستهدفات البرنامج الإصلاحي تثقل على كاهل المواطن. وبالتالي الزيارة كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء بدءا من بعد غد سيتم وفد الصندوق، سيجتمع مع جميع الجهات والوزارات المعنية وسيتم مراجعة ما تم اتخاذه من خطوات إصلاحية. ولكن زيارة مديرة الصندوق في مستهل المراجعة كما ذكرت هو بيعكس اتفاق الطرفين على أهمية واستمرار الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي من ناحية، ومن ناحية أخرى بيستهدف التأكيد على الإدراك، خلينا نقول إدراك والطرفين سواء وخاصة إدراك الطرف الصندوق النقد الدولي لما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات إصلاحية من ناحية، ومن ناحية تانية إدراكه للأعباء وإقراره بأن هناك أعباء وتحديات استطاعت مصر تجاوزها وإن شاء الله سنتجاوزها خلال الفترة المقبلة. ولكن هذا لا يمنع كما ذكرت من خلال مراجعة عملية المستهدفات مراعاة التوقيتات أو مراعاة بعض المستهدفات بما لا تلقي أعباء على المواطنين. طيب التوقيتات اللي سيادتك بتتكلم عليها بنتكلم عليه يعني هم شافوا الأوضاع وبالتالي إشادة بمصر وبالإصلاحات ودعم الأكثر احتياجا، مش عايزين نعمل ضغوط عليهم، إيه اللي يتم أيضا في هذا الأمر؟ لو أنا بتكلم على إيش الحاجات اللي إحنا المفترض كنا هنعملها في توقيتات ممكن نأجلها أو نرجعها أو نزود الفترة بتاعتها أو المدد بتاعتها؟ يعني حبسط الأمور حضرتك يعني مبدئيا طبعا هو فضل ست مشرح المصاني مش سامع. ألو مش سامع حضرتك، حضرتك بتقول لي هنبسط إيه؟ حضرتك سامعني؟ دلوقتي سامع سيادتك، تفضل. أنا بقول لحضرتك إن أنا حبسط لحضرتك الفكرة، هي إنه طبعًا العديد يعني هناك الكثير والمزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها الله، لكن أقدر أقول لحضرتك إنه عام أو التوجه العام هو ما أعلنته السيدة مديرة الصندوق النقد الدولي اليوم. هي أشارت إنه الفعل أو في طريقه يعني اتخذ عديد من إجراءاته في طريقه إلى إن شاء الله خفض التضخم مع نهاية 2025 وبداية 2026، وهذا هو ما أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء من قبل. أكدت أنه أيضا الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي أو في اتجاهه للتراجع والتناقص، ونجحت في خفضه خلال الفترة الماضية، وأن الدولة أيضا يعني نجحت في
يعني في دعم اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص. التوجه هي ما أشارت إليه أو التفكير ما أشارت إليه اليوم خلال المؤتمر الصحفي عندما أشارت إلى أنه من الضروري أنه خلال المشاورات المقبلة أو أننا يعني نتشاور سويا للبحث ما يمكن عمله للمزيد من خفض التضخم من ناحية ودعم القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد بيراعي يعني المعايير البيئية الاقتصاد الأخضر. فبالتالي يعني هناك المزيد من الإجراءات التي يفترض أنه إن شاء الله من خلال تعاوننا مع الصندوق أننا نتوصل إلى المزيد من الإجراءات لدعم نمو الاقتصاد المصري، المزيد من خفض التضخم، والمزيد من الحفاظ على الإجراءات الإصلاحية اللي تم اتخاذها بالفعل. فبالتالي يعني إن شاء الله هناك الخط العام هو المزيد من الإجراءات الإصلاحية اللي بتحقق مستهدفات الدولة في خفض التضخم، خفض الدين الخارجي، زيادة معدلات النمو. طيب هل أفهم من هذا الكلام اللي سيادتك بتقوله وتوجيهات سيادة الرئيس النهاردة أن الدولة ومسألة الحرص على رفع تخفيف الأعباء ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين بشكل فيما يتعلق بالأسعار وغيره إيه اللي بيتم في هذا الأمر؟ وهل النهاردة لو اتكلمنا قبل كده على موضوع الوقود خلاص ما فيش لحد 6 شهور قادمة، ماذا عن بنود أخرى؟ يعني البنود الأخرى طبعا يعني حيراعى طبعا كما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء سيراعى طبعا التخفيف على المواطنين، بمعنى أنه كما ذكرت حضرتك مبدئيا أنه لن تكون هناك زيادة في الوقود لمدة 6 أشهر. أي زيادات أخرى على سبيل المثال سبق أن أعلن أنه أي زيادات في الكهرباء ستتم على فترة طويلة نسبيا على مدى 4 سنوات. أعلننا أو اتخذنا بالفعل إجراءات وكان آخرها اجتماع اليوم لضبط أسعار السلع في الأسواق، وده بالتالي سيرفع عن المواطنين كاهل ارتفاع الأسعار غير العادي وسيساهم بالتبعية في خفض التضخم. اتخذنا أيضا أو هناك العديد من الإجراءات بتتخذ لرفع معدلات النمو عن طريق دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري. فهناك العديد من الإجراءات اللي حضرتك يعني شفتها في السابق وسنشهدها أيضا خلال الفترة المقبلة اللي بتراعي المواطنين من حيث توفير السلع، زيادة المعروض من السلع في الأسواق وضبط أسعارها من ناحية، ومن ناحية تانية أيضا خطوات إصلاحية بتراعي المواطن من يعني رفع أسعار أو لمدة 6 أشهر أو رفع الأسعار بصورة تمثل عبء عليه. طيب فيما يتعلق ربما ايضا يعني التطورات اللي حاصله في المنطقه الاقليم وتاثيرها على مصر كصندوق ومديره الصندوق سيده جورجيفا، شايفه الامر ده ازاي وضغط علينا ازاي، وهل تم الشرح بالتفاصيل اللي احنا بنتعرض له على مدار العام الماضي بالكامل منذ اكتوبر 23 لحد النهارده؟ ايرادات القناه انخفضت قد ايه؟ 6 مليارات دولار وغيرها، والحصيله الدولاريه انخفضت بالنسبه لنا. بالفعل يعني تم شرح كافة تلك الأمور وتم شرح التحديات. سيد رئيس مجلس الوزراء شرح بالفعل خلال الاجتماع تلك التحديات وأكد ما تلقيه تلك الأعباء على مصر ويعني ضغوط على الاقتصاد المصري، ومع ذلك استطاعت الدولة المصرية أنها تفي بمستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وهنا النقطة دي كما أشرت لحضرتك النقطة دي تحديدا يعني مدير صندوق النقد الدولي أكدت أنها مدركة لهذه الأعباء والتحديات، وأيضا هذا الأمر هو ما دفعها لزيارة مصر في مستهل زيارة وفد البرنامج زيارة وفد الصندوق للتأكيد على تقديرها للإجراءات اللي تحملتها مصر وتحملها الشعب المصري وإدراكها تماما لما قامت به الدولة من نجاح حتى الآن مكنها من استهداف الصدمات، بل على العكس هي أشارت إلى أنه ما قامت به مصر مكنها من امتصاص الصدمات الخارجية بصورة ناجحة ضمن مقارنة ربما بدول أخرى لم تنجح في امتصاص الصدمات الخارجية. فبالتالي هي أشارت صراحة إلى أنه الحكومات اللي نجحت في امتصاص الصدمات الخارجية هي الحكومات التي استطاعت القيام بإجراءات إصلاحية
جادة وحقيقية، فهي مدركة تماما لهذا الأمر. طيب ماذا عن السياسات النقدية والبنك المركزي؟ وأنا شايف أنها كانت أشادت بالسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في المؤتمر الصحفي مع دولة رئيس الوزراء، شايف السياسة النقدية ماشية إزاي؟ هي أشادت طبعا بالإجراءات الإصلاحية اللي أدت لي في شهر مارس الماضي، اللي أدت لضبط سعر الصرف، أكدت على أنه هي على أنها مدركة لأنه سعر الصرف أصبح مرن بيتحرك صعودا وهبوطا طبقا للعرض والطلب. أكدت أيضا على أنها مدركة إلى أنه ودي نقطة يعني السيد محافظ البنك المركزي شرحها خلال اللقاء اليوم، وقال أنه إزاي نجح البنك، كيف نجح البنك المركزي في الاستيفاء كافة احتياجات الدولة من العملة الصعبة وتوفير الاحتياجات المطلوبة، وفي نفس الوقت تمكن من القضاء على الطلبات المكدسة على العملة في السابق قبل القيام بالإجراءات الإصلاحية. وهي أكدت على أنها تدرك هذا الأمر، وأنها بتدرك نجاح البنك المركزي المصري في القيام بدوره في هذا الصدد. فهي يعني من ناحية سعر الصرف هي أشادت بالسياسة المالية، السياسة النقدية، وأشادت بالتنسيق ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. هل بصراحة جرى في الاجتماع اللي هو لم يحدث في المؤتمر الصحفي طبعا أي كلام عن أي حاجات جديدة اللي الصندوق بيتكلم عنها، طلبات جديدة حاجات، ولا كانت الأمور التجاوب مع طلبات الدولة المصرية مع رؤية الدولة المصرية في الإصلاحات؟ لا إطلاقا، يعني خلال الاجتماع ولم يتم التطرق لطلبات جديدة، ولكن خلينا نقول حضرتك أنه خلال يعني خلال الأيام المقبلة من خلال مشاورات ما بين وفد الصندوق وما بين الوزارات والجهات المختلفة سيتم استعراض ما قامت به الدولة من إجراءات إصلاحية على مستوى كل وزارة وكل جهة، وسيتم أيضا مناقشة الصندوق في كيفية الاستمرار في تحقيق المستهدفات. وبالتالي خلال اجتماع اليوم لم يتم تناول أي طلبات أو أي طلبات جديدة، ولكن كما ذكرنا كان هناك يعني نوع من التفاهم على الإطار العام للشراكة ما بين الجانبين والخطوط العريضة. وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة كما ذكرت لحضرتك أنه بعد الاتفاق وبعد ما يعني نتطلع للاتفاق ما بين الوفد ما بين الوفد الصندوق والحكومة يعني سيطرح بكل شفافية ما تم التوصل له. طيب لو حضرتك بتوجه رسالة للمواطنين، وستة كنت حاضر كل هذه المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات عما دار، أنا رسالتي للناس، أنا اللي يعنيني هنا المواطن، أنه لقى مدير الصندوق النهاردة اجتماع مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم اجتماع مع دولة رئيس الوزراء والحكومة المصرية والبنك المركزي، وبالتالي سيادتك موجود، وكمان الدكتور محمد معيط ممثل مصر في صندوق النقد الدولي في أول اجتماع لي، بتقول الناس إيه بصراحة؟ أنا يهمني المواطن يبقى عارف ما الذي جرى في الغرف المغلقة ولم يتم إعلانه على الهواء. يعني ما جرى في الغرف المغلقة يمكن تلخيصه في رسالة للمواطن إلى أنه الدولة والصندوق يعني كلاهما يدرك ما هو ما قامت به الحكومة من إجراءات إصلاحية وما هو ملقى من أعباء على كاهل المواطن، ولن يتم إن شاء الله يعني خلال الفترة المقبلة سيراعى عدم إضافة أي أعباء جديدة، وسيراعى أيضا من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أن يعني خلينا نقول أنه يجني المواطن ثمار هذا الإصلاح، وأنه إن شاء الله يعني ما نمر به خلال كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء وكما أشارت مديرة الصندوق اليوم أنه إن شاء الله يعني بنهاية 2025 وبداية 2026 سيكون التضخم قد انخفض، ستكون معدلات النمو إن شاء الله بدأت في التزايد، وإن شاء الله سيبني المواطن ثمار هذا الإصلاح. عملية الإصلاح هي صعبة بتضغط علينا جميعا، ولكن إن شاء الله يعني مع نهاية العام المقبل سنكون قد خرجنا من هذه الأزمة بصورة أكبر وأفضل وأقوى إن شاء الله. طيب هل الصندوق مطمئنين تماما لأوضاع الاقتصادية القادمة في ظل الحديث على معدلات تضخم معدلات نمو، شايفين وضع الاقتصادية مستقرة؟ لأنه خاصة أنه فيتش طلع التقرير من يومين اتكلموا على مصر والتصنيف مصر الائتماني اترفع إزاي، وبالتالي هناك يبدو نظرات إيجابية ومستقرة حول الوضع الاقتصادي.
يعني إن شاء الله، يعني خلينا حضرتك نقول إنه هناك كانت نظرة إيجابية، والنظرة الإيجابية دي طبعا تم عكسها خلال المؤتمر الصحفي في تصريحات مدير الصندوق النقد الدولي. يعني هي أشارت صراحة إلى إنه إن شاء الله المواطن سيجني ثمار عملية الإصلاح، لأنها مدركة إنه بالرغم من الضغوط الخارجية إلى إنه الإجراءات الإصلاحية استطاعت امتصاص الضغوط الكبيرة التي تعرضنا إليها، وبالتالي يعني هناك نظرة إيجابية إن شاء الله. نأمل إنه يتم احتواء التوترات الإقليمية، وإنه يتم خلال الفترة المقبلة نشهد المزيد من الاستقرار، وإن شاء الله هذه الأمور بجانب الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة ستسهم في تحقيق مستهدفات الدولة. لكن إن شاء الله يعني حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية كان في إقرار من جانب الصندوق على إنه مصر نجحت في خفض التضخم بصورة نسبية، إنها نجحت في خفض الدين الخارجي، إنها استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية، فبالتالي إن شاء الله يعني سنستمر في تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية. مستشار محمد الحمصاني بشكرك شكرا جزيلا، متحدث باسم مجلس الوزراء. نروح للبرلمان، دكتور فخري الفقي، دكتور فخري رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأيضا دكتور فخري يعني أحد أيضا من عملوا في صندوق النقد الدولي ولديه خبرة كبيرة. دكتور فخري أولا مساء الخير. مساء الخير يا أحمد بيه، أهلا بيك، تحياتي ليك وللسادة مشاهدينك. عناوين لزيارة السيدة كريستالينا جورجيفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، اجتماع مع السيد الرئيس أولا ثم مع دولة رئيس الوزراء والحكومة المصرية والبنك المركزي. عناوين هذه الزيارة العريضة إيه؟ بص يا فندم، يعني بتنتهز هذه الفرصة بعد ما كان في توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأنها يعني تراجع برنامج الصندوق عندما تأتي بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة في هذا الشهر، وأنه معناها هي رسالة للداخل وللمواطن محدود ومتوسط الدخل في هذه الحالة بأنه ينحاز ليهم. وبالتالي في هذه الحالة السيدة كريستالينا جورجيفا في بعد في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي كان من حوالي أسبوع، فهي يعني استمعت إلى أنه هناك حاجة للمراجعة لمراجعة الصندوق من قبل الحكومة المصرية، فأتت طبعا مع بداية اللي هو التجديد يعني رئاستها لصندوق النقد الدولي كمدير لصندوق النقد الدولي لمدة 5 سنين قادمة، فأتت إلى مصر عشان تقدر مع البعثة الموجودة لمراجعة برنامج صندوق وتطمئن يعني شعب مصر وسيادة الرئيس والحكومة المصرية بأنها سوف يعني تنظر، مش تنظر في الأمر، ولكن سوف تراجع يعني الموقف من حيث معدلات التضخم اللي هي يعني نتيجة رفع أسعار الطاقة 3 مرات متتالية خلال 6 أشهر في من مارس ويوليو وأكتوبر. في هذه الحالة هي أشارت إلى حاجة مهمة جدا، لابد من دعم المواطن بحيث أن يكون الدعم بتاعه نقدي، بحيث أنه يكون يصل إلى الإنسان المستحق بالفعل. وعلى هذا الأساس بنجد أنه شبكة الحماية الاجتماعية دعم نقدي، دعم لما أشارت، بس إحنا بنقول أنه يوصل للمواطن المستحق. أيوة. لا يمكن يا فندم أن إحنا نكون من الكرم الحاتمي أن إحنا عندي 157 مليار جنيه مصري في الموازنة عندنا للدعم المواد البترولية والكهرباء. لما لاقي انه هذا الدعم تلتينه بيروح للمقتدرين والاجانب اللي عايشين في مصر والتلت بيروح للطبقة المستحقة اللي هم محدودي ومتوسط الدخل، ما ينفعش كده يا فندم. ولذلك يبقى اذا في هذه الحالة اللي وفروا برفع اسعار الطاقة، لما وفر منه 157 مليار من الدول ياخدهم مين؟ الانسان المستحق المصري. لا يمكن ان الاقي اساوي الانسان اللي عنده عربية، سواء عربية كبيرة ولا متوسطة، بالشخص المصري اللي بيركب الميكروباص أو اللي بيركب اللي مثلا يعني على قده، ده بيستفيد أكتر من الإنسان اللي بيركب الميكروباص. الحاجة الثانية إنه الأجانب الموجودين في مصر مع احترام الشديد ليهم في هذه الحالة إنه هو كمان بيستفيد من دعم
من دعم المواد البترولية والكهرباء. طب إحنا في عرف مين يلاقي؟ إذا الرشادة الاقتصادية تقتضي إنه السعر يساوي التكلفة، لكن لو وفروا 157 مليار أديهم للإنسان المستحق في صورة إيه يا فندم؟ أيوة. حزم حماية اجتماعية، لازم أرفع مرتباته، لازم كمان أصحاب المعاشات، سواء كان أصحاب المعاشات بيطلعوا من الحكومة أو القطاع العام. دكتور فاخر حضرتك بتتكلم على التوجه القادم أو الفترة الجاية. أيوة يا فندم، ده اللي هيتعمل يا فندم. ما هو إهدار، ما هو بالطريقة اللي إحنا ماشيين بيها بقالنا. طب حضرتك بتتكلم على مرتبات، بتتكلم على معاشات، بتتكلم على إيه تاني؟ يا أحمد بيه اتفضل يا فندم. الدعم ثبت خلال 20 30 سنة إنه يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقرا. نعم. احنا عمالين نضخ مئات المليارات بقالنا عشرات السنوات. نعم. فأدى إلى إنه الفجوة زادت. النهاردة بيتسرب الدعم، خد على سبيل المثال رغيف العيش والسلع التموينية، عندي في الموازنة يا فندم 134 مليار جنيه لرغيف العيش والسلع التموينية. تخيل إنه تلتهم بيروح لمين؟ للطبقات غير المستهدفة اللي هي غير مستحقة أساسا. بيتصرف. خد عندك اللي هو الدعم العيني في البنزين والسولار والديزل وإلى آخره. في هذه الحالة 107 والكهرباء 157 مليار، تلتينهم بيروح لغير المستحقين أساسا والأجانب اللي عايشين معانا. تعرف مين ده يا فندم؟ فبالتالي لازم توقف هذا النزيف. نعمل إيه؟ يبقى في الحالة اللي زي كده أنا أدي الفلوس اللي هي 134 مليار في الموازنة لرغيف العيش والسلع التموينية، و157 مليار في المواد البترولية والكهرباء، نجمع دول على دول يطلعوا 290 مليار يا فندم. ألاقي بلاش تلتينهم، نص المبلغ ده بيروح لناس غير مستحقة أساسا وأجانب عايشين معانا. طب بيجي إحنا مش من الكرم الحاتمي عمالين نبعزق 290 مليار نصهم يروح لغير المستحق؟ يبقى أنا نحوله لدعمه في آلية حلوة جدا اسمها الحوار الوطني. بنسمع كل فئات المجتمع، وهذا الحوار شغال لحد النهاردة عشان نشوف الدعم اللي بقاله عشرات السنوات ده اللي بيؤدي إلى أنه حتى الفقر، نسب الفقر يعني ما تغيرش، ما بين 28% من المصريين إلى 32% يعانوا من الفقر اللي هو تحت خط الفقر. طب ما احنا بنضخ مئات المليارات بقالنا عشرات السنين، يعني النهاردة أتحول من العيني إلى دعم نقدي. دعم نقدي بتكلم في كل حاجة، في كل شيء يا فندم. دعم نقدي في صورة كارت رقمي، مراقبا يعني نقود رقمية، يعني الكارت اللي بتاع اللي هو اللي مع المواطن. نعم. اللي هو بياخد بيه التموين يتحول كله بحيث ان هو مباشر ليه هو. ما يبقاش فيه وسطاء في النص يا فندم. نعم. الرشادة الاقتصادية مش يعني احنا لما نبص للرشادة الاقتصادية مش معناها صندوق النقد اللي بيطلب، مش معناها ان الحكومة اللي بتطلب. الرشادة الاقتصادية المفروض انا عايز اروح للمستحق، الرشادة بطلع فلوس بتروح يستحق هذه الاموال، حرام تطلع كلها بال 290 مليار لرغيف العيش والسلع التموينية والكهرباء والطاقة. نعم. والبترول. لا يا فندم 290 يعني 300 مليار يا فندم، وبقى لنا عشرات سنين عمال نضخ، وبعدين الفقر نسبه زي ما هي، وبعدين لحد بعدين يا فندم بيتسرب الى ناس تانية خالص. نعم. زادوا غنى. نعم. فالغنية زادوا غنى والفقير ما ينفعش. هي قالت بالظبط كده، مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الانهاء التدريجي للدعم الحكومي وتوفير الدعم للفئات التي تحتاج بالفعل. أيوة. قالت كده بالظبط. مظبوط. بس الحاجة لما حولوا الدعم نقدي هنا نقف بقى واقفة. هنا في الحالة دي طب لو رغيف العيش تكلفته زادت. لو السكر تكلفته زادت. ما نهدي له مبلغ واقول له خد المبلغ ده من ال 290 دول بتوعك خدهم. طب ماذا لو انه تكلفه رغيف العيش زادت؟ ماذا لو انه تكلفه السلع التموينيه زادت؟ هزود ولا لا؟ الى اخره. ماذا لو انه سعر تكلفه البنزين زادت بعد كده؟ نعم. يبقى لازم اعمل مؤشر، وده الحكومه متنبهه ليه. ايوه. تعمل مؤشر لما رغيف العيش يزيد تكلفته، يزيد السكر، يزيد الزيت، يزيد الى اخره، بعمل مؤشر من المجموعة السلعية دي واديله بالزيادة. لو زادت بعشر اديله انها زيادة في المبالغ. يبقى اربطه بمؤشر معين عشان المواطن ما سيبوش كده لو حصل اي نوع من الارتفاع في تكلفة في الاسعار ولا غيره. يبقى انا لازم اعوضه عن الزيادة دي، هي دي القصة كلها. المواطن لو انت قلت له كده فندم يقول لك خلاص على خيرة الله انا مع الدعم النقدي في هذه الحالة.
نعم. زائد حاجة تانية أيوة. وهي قاعدة البيانات لازم تراجع دوريا باستمرار لأن في ناس بتتولد وناس بتتوفى نعم. يبقى إذن في هذه الحالة يبقى في نوع من القاعدة البيانات بيتم تنقيتها أول بأول مش بعد الهنا بسنة. ولذلك بقول حاجتين دول مهمين في تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي. يبقى الحاجتين دول يبقى في مؤشر مش معدل التضخم العمومي بتاع البلد بتاع مصر لا مؤشر للسلع المدعمه دي اللي انا اديت للمواطن فلوسها لو سعرها زاد يبقى عوضه عنها في هذه الحاله. وعشان كده بنقول الحاجه الثانيه قاعده بيانات تبقى مدققه اول باول في هذه الحاله. دكتور فخر الفقي بشكرك شكرا جزيلا رئيس لجنه الخطه والموازنه كل التحيه لحضرتك. نروح لتقرير المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان حضرتك بكره في المؤتمر او المنتدى الحضري العالمي بكره باذن الله تعالى مصر تستضيف هذا المنتدى. نتابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ثم فاصل وعود لحضرتكم. في ضوء استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي والذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة وحرصا من الدولة على الإعداد والتنظيم الجيد لإظهار الوجه الحضري لمصر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث العالمي، تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاستعدادات اللوجستية الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والتي تستضيف المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 وحتى 8 من نوفمبر وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال هذا المنتدى. المؤتمر الكبير المنتدى الحضري العالمي بنسخته ال 12 الحقيقه اللي احنا بنشرف طبعا يعني الدوله المصريه تشرف الحقيقه باستضافته في اي ارض القاهره العاصمه طبعا التاريخيه للدوله المصريه. والحقيقه يمكن النهارده تابعنا موقف الجاهزيه من ناحيه الاستعداد فيما يخص التسجيل واحنا وصل عدد المسجلين دلوقتي حوالي 28 ألف مسجل وده الحقيقه اقبال كبير جدا بالاضافه لتاكيد عدد كبير جدا من الشخصيات الهامه من الرؤساء ورؤساء مجالس الوزراء وحوالي عدد 75 وزير هيبقى حاضر معانا المنتدى ان شاء الله. في اقبال الحقيقه كبير جدا يمكن بالمقارنه بالنسخ السابقه من هذا المؤتمر الحقيقه احنا يعني الحمد لله رب العالمين في اقبال يعني غير مسبوق حاصل المرة دي في النسخة الـ 12 اللي احنا بنشرف طبعا او بتشرف الدولة المصرية باستضافتها. الحقيقة يمكن النهاردة خدنا كده يعني جولة مع حركة ومسار كل المترددين على المنتدى اعتبارا من الدخول وتأكيد التسجيل وتابعنا كل الجاهزية الحقيقة بالكامل ايضا القاعة الرئيسية الارينا اللي خاصة بحفل الافتتاح وحفل الختام وجاهزيتها الحمد لله رب العالمين بالاضافة للقاعات اللي موجودة معانا الرئيسية واللي هيبقى فيها طبعا كل الانماط المختلفة من النقاشات الحوارية والجلسات الحوارية سواء بالنسبة للجلسات الموائد المستديرة أو الجلسات الرئيسية للقاعات الرئيسية اللي خاصة بالأحداث واللقاءات الهامة بالإضافة لي طبعا السيشنز الصغيرة أو الجلسات اللي هي التفصيلية الصغيرة القاعات الصغيرة اللي ممكن تصل لاستيعابها لحوالي 100 فرد. ودلوقتي احنا يمكن مع حضراتكم النهارده في الجناح تحديدا المصري احنا بنتكلم على اكسبو المعرض اللي يعني يمكن بمساحه الحقيقه حوالي 40,000 واحنا بنتكلم على المعرض المصري اللي على مساحه حوالي 1500 متر تقريبا واللي احنا بننتهز الحقيقه الفرصه بان احنا نعرض كل المشروعات الكبيره اللي حصلت على مدار العشر سنوات السابقه الحقيقه والمشروعات اللي احنا مكملين فيها وجاري العمل فيها وايضا المستهدفه خلال الفتره القادمه. عندنا الحقيقه حجم كبير جدا من المكتسبات احنا يعني بننتهز الفرصه خلال هذا المنتدى ان احنا نوري العالم كله الحقيقه الدوله المصريه قدرت توصل لايه في تطور العمران والحقيقه التحضر بشكل كبير جدا على مستوى كل مدن الجيل الرابع وايضا تطوير العشوائيات والمناطق المخططه الغير مخططه والغير امنه. الحقيقه انجازات كبيره جدا في ضوء توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت على ارض الدوله المصريه خلال 10 سنوات السابقه وبيجي الحقيقه يعني استضافة مصر لهذا الحدث الكبير اللي بيجي في المرتبة الثانية زي ما سبق قبل كده وقلنا على أجندة اليو إن تحديدا بعد مؤتمر الكوب
الحقيقة يعتبر تتويج لحجم العمل الكبير جدا والإنجاز العظيم اللي حصل على أرض الدولة المصرية. عندنا مشاركة واسعة جدا في هذا المعرض الحقيقة، يمكن من خلال عدد من الدول وأيضا المطورين سواء المصريين أو الأجانب. الحقيقة في عندنا حجم مشاركة كبير جدا من مستوى عالي ويعني ورفيع الحقيقة. بنتمنى كل التوفيق، يعني احنا زي ما حضراتكم عارفين هنبدأ ان شاء الله فعاليات هذا المنتدى اعتبارا من يوم 4 اللي هو يوم الاثنين القادم بأمر الله تعالى، وهينتهي ان شاء الله يوم 8 نوفمبر. المؤتمر هو لمدة 5 أيام، يعني اتمنى التوفيق للجميع، وبنأكد على يعني الدعوة لكل المشاركين الحقيقة، يعني ونسعد طبعا بمداخلات المثمرة لكل اللي هيشترك معانا في هذا المنتدى. شمس الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي. برجع مع حضراتكم مرة تانية. مجلس النواب النهاردة بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. حضراتكم عارفين احنا عندنا قانون من سنة 1950، 74 سنة قانون اللي هو من الشغالين عليه دلوقتي، والإجراءات والمحاكمات والشهود والحماية وغيره. قانون يعني خلاص محتاج إنك تغير في إطار دولة جمهورية جديدة، استراتيجية خاصة بحقوق الإنسان، عندك مفاهيم أخرى، عندك نظم خاصة بالمحاكمات، تجديد حبس عن بعد، ممكن يبقى محاكمات عن بعد، حماية شهود، قانون في غاية الأهمية. بدأ النهاردة تبدأ مناقشات. شار دكتور حنفي جبال النهاردة اتكلم، كان ليه كلمة مهمة في الجلسة الافتتاحية النهاردة، بيتكلم فيها على أهمية هذا القانون، بيتكلم فيها على اللي شاركوا في هذا في إعداد هذا القانون والجلسات على مدار الفترة الماضية. بنتكلم على مجلس القضاء الأعلى، بنتكلم على النائب العام والنيابة العامة، بنتكلم على النقابات المختلفة، بنتكلم على أساسة كلية الحقوق، الجلسات الحوارية. وإحنا هنا في هذا البرنامج عملنا عدة حلقات، مش حلقة، عدة حلقات وعدة مناقشات. كل الأطراف كانوا حاضرين معانا هنا، لأنه في الآخر إحنا كلنا نريد إيه؟ بنتكلم على قانون بيتعمل قانون لمئة سنة جاية، مش قانون بيتعمل عشان بكره وبعد، لا، بنتكلم على اهو، ما احنا عندنا قانون بقى له 74 سنه. فكمان لما اعمل قانون في الوقت الحالي بعمل قانون كمان لل 100 سنه القادمه. وما ينفعش قانون يتعمل وفي ظل سياده المستشار الجليل حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رجل الفقيه الدستوري، رئيس المحكمه الدستوريه العليا، الا ويتعمل قانون زي ما نقول كده يكون قانون يليق بالدولة المصرية، قانون بيحقق كان يعني. وزي ما بقول كده، هذا الرجل كان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأنا تشرفت بإجراء لقاء مع سيادته وهو رئيس المحكمة الدستورية. وزي ما بقول لحكوا، ما ينفعش أبدا إن احنا نعمل قانون يليق بالدولة ويبقى فيه كمان. سيادة المشار حنفي الجبال النهاردة قال بالمناسبة احنا فاتحين لو أي حد ليه طلبات، عايز يشارك، عايز يبعت لنا ملاحظات، طول مناقشات القانون احنا جاهزين. ليه؟ احنا ما عندناش حاجه نخبيها في هذا القانون، لا، ده قانون كاشف وقانون واضح جدا، وقانون بيدي ضمانات حقيقيه للناس. اولا بيدي ضمانات خاصه حتى بتفتيش المنازل، حرمه الحياه الخاصه، انه ما حدش ابدا يجي لك بيتك كده يقول لك افتح البيت عشان، لا، ده له ضمانات. كمان حماية الشهود حماية المبلغين، مدي ضمانات كبيرة جدا بحماية لحقوق الإنسان، وهذا أمر مهم وده أولوية بالنسبة للدولة المصرية. نتكلم على مسألة الحبس الاحتياطي، يعني مسألة حبس الاحتياطي لها ضمانات. مسألة التفتيش، لازم يكون في أمر مسبب إن أنا أجي أفتش بيتك. في امتيازات مهمة جدا خاصة بي، ضوابط الخاصة بالإعلان واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. مشروع قانون بيعالج مشاكل كبيرة جدا كانت ناس بتشتكي منها، سواء المتهم بيشتكي، سواء المحامي بيشتكي،
سواء المبلغ بيشتكي سواء حق التقاضي، كان كلها فيه مشاكل كبيرة جدا. هذا القانون أو مشروع القانون بيعالج كل ده. المستشار النهاردة كمان عدنان فنجري وزير العدل النهاردة اتكلم، والمستشار حنف جبالي طلب من المستشار عدنان فنجري وزير العدل النهاردة أنه يشارك في جميع الجلسات، طلب كده أنه يبقى موجود في كل الجلسات، وبالتالي وزير العدل سيشارك في كل الجلسات المناقشات على مدار لحد ما نخلصه ولحد ما ياخد موافقة ويتم إقرار هذا القانون. أمر مهم. سيادة المستشار عدنان فنجري النهاردة اتكلم على القانون، اتكلم على الحماية اللي بتتم، اتكلم على التعديلات اللي بتتم، اتكلم على دور مصر، اتكلم على الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، اتكلم أيضا على الضوابط الخاصة بالحبس الاحتياطي، اتكلم على إمكانية التعويض، يعني لو في حد اتحبس وبعد كده ثبت إنه براءة في إمكانية تعويض، يعني في استحداث أمور كثيرة جدا في هذا المشروع، مشروع مهم جدا. المحامين كان ليهم اعتراضات النهارده، نقيب المحامين اتكلم وهيبقوا موجودين وبيشاركوا، وزي ما بقول كده الجميع، نقابة الصحفيين لها دور، الإعلام له دور، الجميع له دور، وبالتالي احنا بنعمل قانون، قانون بصراحة أنا قلت لحضراتكم قبل كده قرأت جميع مواد هذا القانون عندما كنت أناقش في حلقات هنا في هذا البرنامج، ما كانش ينفع أناقش حلقة إلا وأنا قرأت القانون وقرأت جميع مواد هذا القانون بالكامل بدل المرة أكثر من مرة. وبالتالي إن شاء الله بإذن الله يكون هذا القانون قانون يليق بالدولة، بالجمهورية الجديدة، قانون يحقق الضمانات، قانون مسألة الحبس الاحتياطي اللي كانت عمال على لا يبقى فيه ضمانات الحبس الاحتياطي، بتدي النيابة العامة دورها، بتدي وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة دورها، بتدي القاضي دوره، بتدي لكل المحامين دورهم، كمان بتحافظ على المتهم، ارتكب جريمة بس له حقوق، وله الدفاع له حقوق، ويبقى وبالتالي ضمانات مهمة جدا، وده اللي احنا دايما عايزين، وده المهم كمان. مشار محمود فوزي وزير شؤون النيابية النهاردة اتكلم أيضا في اتكلم على القانون ده، واتكلم على اللي حاصل في التعديلات وعلى مشروع القانون، واللي اتكلم على انه دي خطوة شجاعة وغير يعني ما حصلتش قبل كده وسابقة فريدة. اتكلم على يعني الوزير بدر عبد العاطي وزير الخارجية النهاردة كان موجود واتكلم واثنى على هذا القانون وتعديلات هذا القانون ومشروع القانون، لانه يعني في ظل ايضا امتيازات كبيرة جدا بيقرها مشروع القانون الخاصة بالمحاكمات، خاصة بالتواصل، المتهم له حق انه يتواصل مع اسرته مع زاويه، كل ده محدد موجود في مشروع القانون. فكل التحية للمستشار دكتور حنف الجبالي رئيس مجلس النواب، يفتحوا الباب للناس، يفتحوا الباب لأي حد لديه رأي أو عايز يعمل مداخلة، للسادة النواب وغير النواب، لأنه زي ما بقول لحضراتكم هذا قانون للبلد، هذا قانون للمجتمع، مش خاص بالمجلس. النواب ممثلين عن المجتمع، بيمثلونا كلنا، ولكن كمان لو حد له رأي آخر، وجهة نظر أخرى، طلبات، زي ما قال المستشار دكتور حنف جبال النهارده، لانه ما عندناش حاجه نخبيها، ده قانون خاص بالدوله بالمجتمع بالناس وبالتالي انه استحقاقات، احنا كان في حاجات دستوريه المفروض تتعمل موجوده في هذا القانون، في هذا المشروع او مشروع القانون، انه لسه ما بقاش قانون، هو مشروع قانون الاجراءات الجنائيه الجديد اللي بيتم مناقشته، من بكره هيتم المناقشه، ثم زي ما بقول كده من حيث المبدا ومناقشات من حيث المبدا، لانه ممكن يحصل اي تعديلات في اي وقت، وارد جدا يعني. وعجبني المستشار حنف الجبال النهارده لما قال انه ممكن يبقى في حد طالب طلب معين، تعديل معين ممكن ما يتاخدش، ممكن يتم رفضه، مش معناه انه التعديل ده مش كويس، لا، لكن انت النهارده عليك ان تقوم بعمل التوازن بين كل شيء. مجلس النواب هو المعني بهذا الأمر، لأنه أي مادة هتخرج، لأنه ما ينفعش تطلع مادة وحد يطعن عليها بعد، ما ينفعش، وعندنا الرئيس السابق المحكمة الدستورية العليا ما ينفعش، قاضي جليل يعني، وقضاء أجلاء ما ينفعش، كمان المستشار عدنان فنجري وزير العدل ما ينفعش، المستشار محمود فوزي ما ينفعش، كمان النواب اللي هم أصلا قضاة ما ينفعش، كمان المستشار إبراهيم الهنيدي ايضا وزير شؤون نيابيه وقاضي جليل كان رئيس محكمه النقد، يعني بتكلم على قضاء اجلاء، ما ينفعش ابدا يمر مشروع قانون يبقى فيه مشكله قانونيه، ما ينفعش،
نتابع ماذا قال النشار دكتور حنف الجبالي النهاردة، عجبني كلامه في منتهى القوة، نتابع. الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر، يسعدني أن أشارككم اليوم بضع كلمات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، الذي يمثل تعبيراً عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعاً في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. وأود بداية أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانون، والذي تبنته الحكومة فيما بعد. فجهود اللجنة الموقرة كانت مثمرة، وساهمت بشكل فعال في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم. كما أخص بالشكر اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان على ما بذلته من جهد استثنائي في أداء مهامها التشريعية خلال الأجازة البرلمانية، متفانية من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص الماثل بين أيدي حضراتكم. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزارة العدل وشؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، ونادي قضاة مصر، والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاوناً صادقاً ومساهمة جادة في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضة بالحرص على تحقيق العدالة. كما أتوجه بالشكر العميق لمؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة، والتي كان لها ملاحظات حول مشروع القانون، حيث أثرت تلك المؤسسات النقاشات برؤى تعزز روح التعاون بين الجميع وتسري مناهجنا التشريعية. وفي سياق متصل، رحب مجلس النواب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه وتحقيق المصلحة العليا للوطن. الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر،
وقد شهد هذا المشروع تفاعلاً واسعاً وتنوعت حوله الآراء والرؤى بين مؤيد يثني على ما فيه من حماية لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارض يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعة وتعديل. وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي. فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيباً بل هو إثراء للديمقراطية. يود مجلس النواب أن يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهداً في دراسة هذا المشروع بكل دقة وتأني لضمان خروجه بصياغة تشريعية رصينة ودقيقة تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون. أؤكد حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون، ونؤكد للجميع من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون أننا قد طوينا مرحلة طويلة من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم. كما نؤكد على أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنة دقيقة بين البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديل دون آخر رفضاً للرأي المخالف أو استصغاراً لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراسات واعية ومراعاة للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعاً تجاه وطننا وشعبنا. الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر، إن مجلسكم الموقر ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائما سوف يتيح لحضراتكم الفرصة كاملة للتعبير عن آرائكم ووجهات نظركم بكل حرية، فغاية مجلسنا الأساسية هي المضي قدما في تحقيق بنود أجندته التشريعية والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارا للمجتمع المصري. نواب شعب مصر العظيم، اليوم نسطر صفحة جديدة من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعاً على الوصول إلى صياغة منضبطة لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم. وفي الختام أود أن أؤكد أن مجلس النواب هو الحصن الذي يزود عن حقوق الشعب بصياغة تشريعات تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات. ودورنا اليوم بل وكل يوم هو العمل بجد وإخلاص لتحقيق هذه الغايات، ونعلنها بكل ثبات. نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن،
وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وفقنا الله لما فيه الخير لمصر وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الرجال الأبطال، أبطال الجيش الثاني الميداني اللي هو بيحمي أرضنا وبيحمي حدودنا، وإحنا قاعدين ننظر اللي قاعدين ينظروا واللي قاعدين يتكلموا على القوات المسلحة. شوفوا أبطالكم مستوى تدريبهم إيه. سيد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع أبطال الجيش الثاني قدام حضراتكم. دول أبطال، دول الأبطال. السيد القائد العام زي ما حضراتكم بتشوفوا كده بيتفقد منظومة التدريب في أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني. عايزك تتابع وتتفرج. القائد العام بيبقى حريص قوي إنه يتابع تدريبات، بيحب يستمع للمقاتلين، يعني تشوف دايما بيتكلم عن المقاتلين، ما عارف طبعا القيادات والقادة والضباط، لكن يحب كمان يشوف المقاتلين اللي هم الجنود أو المجندين مقاتلين، يحب يستمع لهم، يشوف كمان يشوف المستوى قدام حضرتك أهو، مستوى إدارتهم للمنظومة، فبيستمع لكل واحد يبقى قاعد معاهم أهو، قاعد بيشوف حتى ضرب النار، العملية بتتم إزاي، إطلاق بيستمع، شايف حضرتك ملازم أول. الفريق أول عم بيجي الصقر يستمع لي ملازم أول لسه بقاله يدوب متخرج بقاله كم سنة، بيستمع المجند لسه يدوب منضم لجيشه العظيم، ولكن بيشوف المنظومة بتتم إزاي، بيشوف حتى اللي واقف على المدفع، اللي واقف المضاد للطائرات اللي قدام حضراتكم ده مضاد للطائرات، بيستمع ليهم نقيب، بيسمع ليهم. حب القائد العام يشوف مستوى التدريب بتاعهم أخباره إيه، اللي واقف على المدفع، المشاة، المضادات للطائرات، واقفين على الأرض، كل واحد عنده مهمة بتاعته، مش مجرد كلامه خلاص، لأ، مستوى التدريب العالي وصلوا له قد إيه، واطمئنان كامل، كفاءة قتالية عالية، تنفيذ المهام بكل الكفاءة والاقتدار، بيتناول معهم طعام وجبة الغداء وقاعد وسطيهم اهو زي ما حضرتك بتشوف، ضابط برتبة صغيرة على يساره على يمينه، مقاتل مجند قدامه، مقاتلين مختلف الرتب قواتنا المسلحة، ولكن عايزك تشوف دايما دايما تبص على كده. ده المشهد اللي يبقى قدامك، ده المشهد اللي قدامك ده هو اللي بيخلي أعداء الدولة وأعداء الوطن سواء صهاينة أو إخوان أو طابور خامس كلهم خونة مع بعض يبقوا مش عايزين المشهد يبقى موجود، لأن هم أرادوا كانوا عايزين يهدوا الجيش ده في 2011، كانوا عايزين الجيش ده ما يبقاش موجود في 2011، وبيعملوا دلوقتي المخطط النهاردة إيه؟ إنه القوات المسلحة اللي هي الباقية الوحيدة اللي موجودة اللي واقفة على رجليها وصامدة، واقفة وصامدة، ما هو مش عايزك تبقى واقف، عايزك يبقى جيشك ده مش موجود عشان خلاص يبقى استباحة الدولة، استباحة الشعب، استباحة الأرض والعرض. مين اللي بيحمي ده؟ جيشك العظيم اللي قدامك، اللي بيحمي أرضك بيحمي عرضك، عشان كده يتعرض لهجوم طول الوقت، عشان كده بيتعرض لحملات تشكيك طول الوقت. مش عايزين يبقى كده، مش عايزين جيشك يبقى قوي كده، مش عايزين يبقى واقف، لأن هو اللي واقف لهم في الزور. مين اللي واقف الزور؟ القوات المسلحة وكل أبطالها، عشان كده بيهاجموه، بيشككوا فيه. ولكن لكل حدث حديث. نتابع الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع أبطالنا الجيش الثاني الميداني، ثم فاصل وأعود لحضراتكم. تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة. وناقش عددا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بما شاهده من مستوى راق في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار. وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقا لأسس علمية مدروسة تساهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل، والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية. وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغداء. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. بكرة إن شاء الله عندنا المنتدى الحضري العالمي، بكرة بإذن الله تعالى مساء. واستعدادا لهذا المنتدى الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة مع عدد من السفراء ومحافظ القاهرة امبارح كانوا في بيشهدوا مع الدكتور إبراهيم صبر طبعا محافظ القاهرة، شاهدوا امبارح ماراثون القاهرة للدراجات. دكتور أشرف كمان تحدث عن استضافة مصر لهذا المنتدى العالمي، اتكلم على طبعا هذا الماراثون واستضافة مصر، واتكلم أيضا السفير الاندونيسيا في القاهرة أيضا تحدث عن مشاركة في هذا الماراثون، سفير التركي أيضا تحدث عن هذا الماراثون، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة. نتابع ثم نعود لحضراتكم. في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري واستعدادا لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 والذي ينطلق في 4 نوفمبر حتى 8 من ذات الشهر، فبحضور محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة وعدد من سفراء الدول انطلق ماراثون القاهرة للدراجات، والذي يجوب عدد من الشوارع بمحافظات القاهرة كرسالة هامة أن مصر بلد الأمن والأمان، وتواكبا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة في جميع محافظات الجمهورية حفاظا على الصحة العامة واللياقة البدنية لدى المواطنين وخاصة الشباب. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. محافظة القاهرة بإرثاها بشكلها بموضوعها بجمالها، السنة دي يمكن يعني هيحتفل بعيد ميلاد القاهرة 1055 سنة، وده في المدن العالمية وفي العواصم تاريخ كبير جدا. احنا سعيدين جدا النهاردة. الجانب الآخر احتفالية الرمز سواء وجود مراكز الشباب أو الأسلوب الحياة اللي بقى موجود من خلال جري والماراثون والدراجات، فاحنا متشكرين لسياده المحافظ. بقت عاده بداناها من بالنسبه للدراجات دراجتك صحتك، الماراثون والهاف ماراثون، الماراثونات الكبيره بقت عاده في كل المحافظات، مش في محافظه، بقت عاده في مراكز الشباب. الرياضه للصحه، وازاي يكون يعني في قناعه يعني من غير ما بيكون الموضوع مجموعه موجهه ان هي تعمل، فدي بقت مكاسب مهمة جدا للرياضة والصحة، للرياضة والتنمية.
والزملاء في الوزارة بيبذلوا جهد كبير جدا كإدارة متخصصة في التنمية الرياضية لهذا البعد. يعني رسالتي للشباب، يعني بلدكم قيادة سياسية، الجمهورية الجديدة فتحت ذراعيها لكل شاب وتقول له فكر اشتغل، احنا معاك، بندربك بنعلمك بنمكنك، كل قدراتك مع بلدك يعني. وده شفناه كمان في الحقيقة في اسكندرية في المؤتمر بحضور دولة رئيس الوزراء الحقيقة، ودور الشباب في المدن الحضرية والبيئة والمناخ وتحدثنا عنه. يعني النهاردة احنا موجودين امام محافظة القاهرة يعني في اطار اسبوع القاهرة الحضري للاستعداد للمنتدى الحضري العالمي. هذا الحدث مهم جدا بالنسبة لمحافظة القاهرة، واحنا بنستعد له بقالنا فترة الحقيقة، ويمكن لغاية أمس عندنا تقريبا 24,000 مشارك في هذا المنتدى المهم اللي بيأتي رقم 2 على أجندة الأمم المتحدة. احنا في أسبوع القاهرة كان عندنا فعالية في المتحف المصري، والنهاردة عندنا ماراثون ثم الأسمرات، بالإضافة إلى أنه عندنا بقى فعاليات مهمة جدا خلال المنتدى، خلال الأربع أيام بتوع المنتدى. احنا النهاردة في جولة في ماراثون في منطقة القاهرة التاريخية عشان برضو الناس تشوف القاهرة التاريخية. بيشارك معنا عدد كبير من الشباب ومن السادة السفراء ومعالي وزير الشباب والرياضة، فإن شاء الله كل ده بيأتي في إطار الاستعدادات لهذا المنتدى، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. It's the first time that an event like this. إنه حدث عظيم. هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحدث الصحي والحضري، والذي يقام بمناسبة استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي. وقد تمت دعوتنا كسفراء من قبل وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، وأنا سعيد جدا بحضوري، وأتمنى أن تكون هذه هي بداية للمزيد من هذه الأحداث سنويا، سواء في قيادة الدراجات أو السير بمشاركة جميع الفئات، لأننا نريد أسلوب حياة صحي وبيئة حضرية. أنا مسرور جدا بهذا المناسبة، ومشكور أيضا لمحافظ القاهرة هذه الدعوة الكريمة من خلالها أن يكون في رياضة دراجة والمشي، وهذا يدل على يعني رياضة بدنية، توفير للوقود وتوفير للموارد الغير المتجددة، وهذا الحرص الكبير على مصر وعلى محافظة القاهرة. انطلق ماراثون القاهرة الرياضي من أمام ديوان عام محافظة القاهرة مرورا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد وطلعت حرب وقصر النيل وميدان التحرير وصولا إلى حديقة الحرية بالأوبرا. ماراثون النهاردة رسالة لأن إحنا النهاردة للجمهورية الجديدة، إن شاء الله بإذن ربنا كل شباب مصر اللي أنت شايفهم دول شباب واعي، شباب عارف بيحب بلده، بيحب الرياضة. العجل حاجة مهمة بصراحة، ان الناس احسن حاجة يعني اسهل حاجة كمان الناس ممكن تركبها يعني الايام دي كرياضة يعني. مبسوطة النهاردة اني بشارك في ماراثون بحضور الوزير والمحافظ، وطبعا دي حاجة اكيد طبعا بتشجع الشباب على الرياضة، ورياضة ركوب العجل وهي اصلا رياضة ممتعة جدا. عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوفكم بكرة إن شاء الله، صباح الألف خير.